طيب نروح بقى مع حضراتكم على مقر جريدة اليوم السابع مع الزميلة العزيزة ومراسلتنا روزان نصر اللي هنتابع معاها أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع المحلية والعالمية. روزان صباح الفل عليكي، سامعينك، اتفضلي. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهواند، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. قبل ما نروح لأخبارنا اليومية هنروح لجدول مباريات النهاردة لحد 4 أبريل في الدوري الإنجليزي. مانشستر يونايتد مع برايتون في الساعة 9:15 مساء، أستون فيلا مع فولام في الساعة 5:30 مساء، نيوكاسل يونايتد مع توتنهام هوتسبير في 3:00 عصرا، وساوثهامبتون مع بيرنلي في الساعة 1:00 ظهرا. أما في الدوري الإسباني إشبيلية مع أتلتيكو مدريد في 9:00 مساء. أول خبر معنا من موقع اليوم السابع، مدرب المريخ السوداني الأهلي مرشح للفوز بالعشرة ومن الصعب إيقافه. كشف المدير الفني لنادي مريخ السوداني في تصريحات أن الأهلي فريق قوي ولديه الخبرات للتتويج باللقب الإفريقي العاشر، والفريق الأحمر يمتلك مجموعة لاعبين مميزين من الصعب إيقافهم ويستطيعون التتويج باللقب هذا الموسم. وأكد الإنجليزي أن مستوى المريخ يتراجع الشوط الثاني، مشيرا إلى أنه فخور بأداء فريقه حتى ضياع ضربة الجزاء، مضيفا لو ضربة الجزاء كانت دخلت كانت المباراة انتهت، ونتيجة التقدم بهدفين ليست مطمئنة لأي فريق. من جريدة الشروق، ثلاث مطالب من ميسي لتجديد عقده مع برشلونة. كشفت تقارير صحفية عن الطلبات التي تقدم لها ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني من أجل تجديد عقده في الفترة المقبلة، في ظل سعي الرئيس للنادي إنجاز تلك المهمة باعتبارها الأولوية الأكثر أهمية بالنسبة لإدارة النادي الكتالوني وجماهير البارسا، حيث ينتهي عقد الأرجنتيني بنهاية الموسم الجاري. وكشفت التقارير الصحفية كمان أن نجم ليونيل ميسي قدم ثلاث طلبات إلى رئيس برشلونة قبل البدء في مفاوضات تجديد عقده مع النادي في ظل العلاقة القوية التي تربط الطرفين. من جريدة الرياضية السعودية، البارشا يجهز بديل هالاند. كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة فريق برشلونة الأول لكرة القدم في الحصول على خدمات الإنجليزي هاري كين لاعب فريق توتنهام الأول لكرة القدم. وصحيفة ماركا الإسبانية أكدت أن اللاعب يأتي كخيار بديل بالنسبة لإدارة برشلونة في حالة عدم نجاحهم في ضم هالاند لاعب بروسيا. وأوضحت الصحيفة أن الصعوبات المالية في صفقة هالاند قد تسبب فشلها في ظل المنافسة الكبيرة من أندية إنجلترا وريال مدريد. وأوضحت الصحيفة أن إدارة توتنهام لن تفرط في اللاعب بمبلغ أقل من 100 مليون يورو، بالإضافة إلى راتب اللاعب الذي وصل حاليا إلى 12 مليون في الموسم الواحد. وأخيرا من جريدة الشرق الأوسط، تشيلسي يتذوق طعم الهزيمة الأولى. تذوق تشيلسي الخسارة الأولى عندما سقط بنتيجة مفاجئة على أرضه أمام ويست بروميتش، وحقق تشيلسي سلسلة من 14 مباراة من دون هزيمة في جميع المسابقات منذ وصول توماس إلى رأس الجهاز الفني في يناير الماضي، لأن هذه البداية المثيرة وصلت إلى نهاية غير متوقعة أمام خصم غير متوقع على ملعب ستامفورد بريدج، لتشكل نكسة في مسعى نادي تشيلسي لإنهاء الموسم في أحد المراكز الأربعة الأوائل المؤهلة إلى دوري الأبطال الموسم المقبل. دي كانت أبرز وأهم الأخبار هنا من موقع اليوم السابع، شكرا لكم وعودة للاستوديو مرة تانية. احنا بنشكر جزيل الشكر زميلتنا العزيزة روزان نصر مراسلة قناة النادي الأهلي، صباح الفل عليكي.